وله عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للغرباء. قلنا: ومن الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير. شوف، من هم الغرباء؟ بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أناس صالحون قليل، قليل في أناس سوء كثير، هؤلاء هم الغرباء. أنت همك الصلاح أن تكون مع الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يهمك الصلاح والصالحون، ولا تنظر للكثرة المخالفة إذا كانوا على غير حق، خلك مع الصالحين ولو كانوا قليل. بعض السلف يقول: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ما دام إنك على حق فأنت الجماعة، وما عداك فليسوا جماعة وإن كانوا كثيرين. نعم. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. نعم، أناس صالحون في أناس سوء كثير، هذه صفة. من يطيعه، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، يعني يعصونك أكثر من اللي يطيعونك، ولو كان اللي يطيعونك قليل. اصبر واترك المخالفين ولو كانوا كثيرين، لا تذهب معهم وتغتر بهم تقول ذولا يعاونونا وهذولا، لا، ما داموا على الضلال اتركهم لا خير فيه. نعم.